بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أعزائي الطلبة، ونستمر في محاضرة إدارة المختبر اللابوراتوري مانجمنت. والآن راح نبدأ بالمحاضرة الثانية إن شاء الله، وناخذ أنواع المختبرات laboratories types. Laboratories require a deep understanding of the specific needs, purposes, and risks associated with each of them. يعني يتطلب المختبر أو المختبرات بشكل عام فهم عميق للاحتياجات والأغراض والمخاطر المحددة المصاحبة associated with each of them، المصاحبة لكل نوع من أنواع المختبرات. يعني أنا من أشتغل بمختبر سريري يجب أنه ألم المعلومات ويكون عندي background خلفية على طبيعة المختبر، طبيعة الفحوصات، طبيعة المواد اللي أتعامل معها، وكيف البروسيس، عمليات اللي احتاجها، البروسيجر، الخطوات اللي اتبعها، تايبس اوف تيست، انواع الفحوصات المستخدمه الى اخره. لذلك يتطلب فهم عميق لطبيعه واحتياجات والاغراض لكل مختبر او لكل نوع من انواع المختبرات المستخدمه. الـ Analytical and Quality Control Laboratories اللي نختصرها مثل ما تشوفون هنا بالـ AQC. من نشوف هذا المختصر معناها احنا هنا نتعامل مع الـ Analytical and Quality Control، مختبرات ضمان الجودة والمختبرات التحليلية. In analytical and quality laboratories, products and materials are tested against conformity to specification. إذا هنا في المختبرات التحليلية ومختبرات الجودة، المنتجات والمواد يجب أن تكون مطابقة للمواصفات. Conformity to specifications. ليش المواد اللي يستخدمها لازم تكون مطابقة للمواصفات؟ حتى النتائج تطلع دقيقة، نحصل على accurate product, accurate results، نتائج دقيقة. لذلك المواد يجب أن تكون مطابقة للمواصفات، وحتى النتائج النهائية لازم أكون عندنا ستاندرات، نسوي كومباريزن، مقارنة، لأنه عمل المختبر هو أهم عمل من خلال نتائجه راح يبدأ اتخاذ القرار من قبل الطبيب أو من قبل المريض. لذلك يجب أن يكون هناك دقة لكل نوع من أنواع المختبرات في الفحوصات، في المواد المستخدمة، وكذلك هنا هنالك يجب أن يكون ستاندرات لكل الريزلتس، لكل النتائج. commonly shortened to AQC، عادة يختصر مثل ما ذكرنا الـ analytical and quality control labs تختصر بالـ AQC. refers يشير إلى ماذا؟ يشير refers to all those processes and the procedure designed to ensure that the results of lab analysis are accurate. هذا الـ AQC أو نوعيات المختبرات هذه تشير إلى كل العمليات
أو الخطوات المصممة للتأكد من الوصول أو الحصول على نتائج تحليل مختبري دقيقة. يجب أن تكون نتائج التحليل المختبري دقيقة. وعادة بالنسبة للموضوع الكواليتي كنترول هنا ضمان الجودة، هو المسؤول طبعا، مختبرات مسؤولة عن تشيك باقي أنواع المختبرات من ناحية المواد المستخدمة، الماتيريالز، الرياجنت، الكواشف، الإكويبمنت، الأبارات بشكل عام، الأجهزة، المعدات المستخدمة. يجب أن ضمان الجودة يكون مسؤول عن دقة وتشيك هذه النتائج. ليش؟ لأنه في عندنا هنا نوعين طبعا من الكواليتي كنترول، عندنا الانترنال والاكسترنال كواليتي كنترول. عندنا ضمان جودة داخلي داخل المختبر، وعندنا ضمان جودة خارج من خارج المختبرات، خارج المؤسسة، جهة خارجية يجب أن تشيك عمل هذه المختبرات. الداخل الانترنال كواليتي كنترول عادة يتم من خلال العاملين في المختبر نفسهم، يعني كل فترة يتأكد من المواد الموجودة عنده اللي تستخدمها في الفحوصات، الريجنت، الكواشف، الإكويبمنت، المعدات المستخدمة، يتأكد من الميزان، يتأكد من السبكتروفوتوميتر الكاليبريشن للعياء، يتأكد من الأوتوكليف. المهم كل هذا يجب أن يتأكد منها. شلون يتأكد من الجهاز؟ مثلا يقيس لنا، أخذ نموذج معلوم التركيز وأجي أنا أفحصه أشوف فعلا هذا التركيز راح يطلع مثل ما أنا أعرفه لأنه عندي ستاندرد بي، يعني يصير نوع من المعايرة الكاليبريشن حتى أتأكد من تشيك الأجهزة والمواد. المواد اللي تنتهي صلاحيتها خلاص هذه أسحبها وما أعتمدها بالفحوصات. يجب أن يبقى في بال المحلل أنه النتائج هذه يتوقف عليها حياة ممكن شخص مريض، فيجب أن يهتم في الفحوصات في كل أنواع المختبرات، سواء كان مختبرات للمريض أو مختبرات حتى للأمور الصناعية. يعني أنا أبني جسر أحتاج مختبرات حتى أشيك المواد اللي تستخدم، أبني شارع أحتاج مختبرات أتأكد من النتيجة أن تكون جيدة، وهكذا راح نضمن أن نحصل دائما على مطابقات ومواصفات جيدة لكل المختبرات. هنا constituent أو component show to analytical laboratory must be accurately described. إذن هنا يجب وصف المكونات اللي تظهر بالتحليل المختبري أو التي توصف في المختبرات التحليلية بشكل دقيق، مثل ما حصل على نتيجة أنزلها 0.23 0.23 0.1. ليش هذا لازم أوصفه بشكل دقيق؟ To avoid approximations or incorrect results، حتى أبتعد عن التقريب، ما يصير أنا أقرب بكيفي، أو حتى أبتعد أنه أحصل على نتائج غير صحيحة، لأنه التقريب دائما في النتيجة النهائية راح ينطينا قرار خاطئ بالتقييم. الميديكال إيفالويشن، تقييم التقرير أو تقييم النتائج راح تطلع غير دقيقة. لذلك دائما أوصف المكونات أو الفحوصات أو النتائج اللي تظهر في المختبر التحليلي عفوا بشكل دقيق. ما يجوز أنا بكيف أقرب أو راح بالنتيجة النهائية أعطي نتائج غير صحيحة. اثنين، the qualitative and quantitative data generated from lab can then be used for making of decision. لأنه كل المعلومات والبيانات والنتائج النوعية والكمية اللي راح تصدر من المختبر راح يتخذ بناء على هاي النتائج شنو؟ راح يتخذ قرار
بأنه نتيجة هذه البيانات النوعية والكمية أنه هاي الحالة حالة مرضية بفلان مرض وتحتاج هذا العلاج. إذن كل البناء راح يكون أو القرار راح يعتمد على نتائج النوعية والكمية بالنسبة للمختبرات. هنا شوفوا هالكلمتين الكواليتيف والكوانتيتيف، شنو نقصد بيها بالمختبرات يعني بالفحوصات مثلا؟ يا طلبة من يجاوب من هنا؟ بناء على الفحوصات أو النتائج النوعية والكمية، في عندنا qualitative result و quantitative result، شنو نقصد بها يعني؟ أحد يعطيني مثال مثلا example إذا ممكن على الشات يا طلبة. السلام عليكم. أو من اللي عنده جواب يرفع إيده مثلا حتى تعرف الشخص إذا ممكن. السلام عليكم أستاذ. سلام، هلا بنادية. هلا بك دكتور. يعني ننطي بيانات يعني معلومات كاملة عن مثلا المادة، نوعية المادة، كمية المادة الموجودة بالمختبر، يعني هاي البيانات اللي نعطيها أو الجهاز مثلا صلاحيته، نكتب على كل جهاز صلاحيته مثلا تاريخ انتهائه مثلا صلاحيته، يعني ايش اكو معلومات ننطي انفورميشن يعني عن كل المواد والأجهزة. نعم زين. بالنسبة للنتائج او المعلومات الكمية والنوعية، النتائج النوعية والكمية، يعني في بعض الفحوصات ما تحتاج لها quantitative data، معلومات كمية، يعني مثلا فحص معين نقول هذا normal abnormal، male female ذكر انثى، positive negative، مو تمام؟ اي نعم. هاي نسميها qualitative result، نتائج نوعية ما يحتاج ما بها تفاصيل. لكن اكو نتائج quantitative result، نتائج كمية، يعني نسبة السكر بالدم لازم أعطيه بالرقم وبالوحدة، نسبة الترايكليسيرايد نسبة الدهون الثلاثية أعطيها بالرقم وبالوحدة. هذه يسموها بيانات كمية أو نتائج كمية للفحوصات، وأكو نتائج نوعية مثل ما ذكرنا. إذن هنا أيضا في أكثر من نوع بالنتائج، يعني أرجو من الطلبة كل الطلبة يتابعون المحاضرة، لأن أنا في أسئلة راح من خلال الشرح حتى تكون المحاضرة تفاعلية، مو بس أنا أتكلم، أنا أريد أستفاد من عندكم. يعني في كثير من الطلبة هم في المجال الطبي ممكن يفيدوني في معلومات، ويفيدون الطلبة أيضا من خلال المناقشة، من خلال طرح أسئلة مهمة تفيد الجميع هنا. فأرجو الانتباه والمتابعة سواء على الشات إذا في سؤال أو يكون بشكل مباشر. إذن the quantitative and qualitative data generated from the lab can then be used for making of decision. لذلك المختبر هو المرحلة المهمة والرئيسية لتشخيص المرض واتخاذ القرار بالعلاج أو بتحديد نوعية المرض. لذلك من مسؤولية العاملين في المختبر أنه خلون ببالهم نتيجة ما يطلع من نتائج أو من معلومات من المختبر عليها راح يبنى أمور كثيرة. Fields such as industry, medicine and law can use of AQC. إذن مختبرات ضمان الجودة هي موجودة بالصناعة وبالطب وبالقانون حتى وفي مجالات أخرى عديدة. The quality control begins with sample collection and ends with the reporting of data. الكواليتي كنترول، الضمان الجودة أو السيطرة النوعية يسموها في الصناعة مثلا، تبدأ من أول مرحلة اللي هو أخذ النموذج
إلى الانتهاء بكتابة التقرير. وهنا أريد أسأل الطلبة من المحاضرة السابقة، أنطينا مراحل سير التحليل الكيميائي، ذكرنا مراحل، وهاي المراحل أتمنى الكل يحفظها. شنو مراحل التحليل الكيميائي؟ في كم مرحلة يمر؟ إذا ممكن أحد يرفع إيده، كم مرحلة موجودة عندنا للتحليل الكيميائي، التحليل الطبي عفوا، أو كل التحاليل بشكل عام؟ لا دكتور، من رحمة؟ اي رحمة، اي رحمة. Re-analytic or examination. نعم جيد. إذا ممكن على الشات الطلبة الكل خليه يكتب، حتى أشوف الطلبة المتابعين الكل يكتب لي المراحل، المراحل التحليل، كم مرحلة يمر بها التحليل، سواء تحليل طبي، تحليل كيميائي، تحليل بياني لأي مجال. هدي أحمد، صفا، تدرى، شهد، أميمة، ميدا، زيد، عبد الرحمن، آية، أحمد، زينة، عمر، مروان، أسيل، ريم، سعد، سارة، جيل، ريم، صفوان، ريم، زيد يحيى، يونس صالح، آية ثابت، محمد فخري، شعلان خزعل، جيد جيد، ميادة أحمد، جيد. إذا عندنا ثلاث مراحل مهمة: pre-examination والexamination والpost-examination. ممكن نأخذ شوية أكثر تفصيل على كل مرحلة من المراحل؟ يعني إيش تضمن pre-examination؟ إيش نقصد بها؟ مرحلة ما قبل الفحص، before analysis، before testing، before examination. هذا البري examination. مثل ايش؟ شنو الستيبس، الخطوات اللي نجريها بهالمرحلة، مرحلة البري examination؟ في ممكن طالب يرفع ايده يجاوبني، او طالبة؟ جيد، امين، عبد الله، ابراهيم، شوي نجي على عجالة على كل نوع من انواع او مرحلة من مراحل الاكزامينيشن، الاختبارات. شنو نقصد بالبري اكزامينيشن؟ لا لا، هنا اريد مباشر، ارفع ايديكم اللي يعرف، لا عاد شات، هنا لا عاد شات. صح، تحضير المريض، صح، هاي البري اكزامينيشن، لكن نريد احنا نناقشه بشكل مباشر مع الطلبه. من يجاوب يا طلبه؟ ناديه، ناديه، ناديه. اي نعم دكتور. اكزامينيشن، اعطيني مثال او ستيب، خطوه من خطواته. دكتور، تحضير المريض، تهيئته. preparation of patient، تمام. او مثلا select examination. اي نعم، او يعني نحضر المريض دكتور ونهيئه عنه بهدوء. هذه نسميها pre examination. اي نعم. post examination، يوسف، يوسف نزار، يوسف، يوسف، أحمد عدنان، أحمد، أحمد، أحمد عدنان، وين أحمد عدنان؟ يوسف نزار، حسين، وين حسين أنوار؟ حسين أنوار، هديل أحمد، هديل وين هديل؟ نعم دكتور.
هذه ايش نقصد بالبوست اكزامينيشن؟ دكتور مثلا احنا بعد ما اخذنا الفحص ممكن ان نناقش النتائج، نكتب النتائج، نسوي ريبورت، ممكن هاي نسميها الانتربريتيشن ريزلت. نعم يعني شرح وتفصيل النتائج للمريض او للطبيب، وايضا ممكن ان نحفظ قبل الانتربريتيشن. قبل الانتربريتيشن احنا هذه مرحله ما بعد التحليل، ما بعد الاناليتيكال ستيب اللي هي البوست اكزامينيشن ريبورتينج الابلاغ او ريبورت كريت انشاء تقرير كتابه تقرير على النتائج، وبعدين نسوي الانتربريتيشن سواء للبيشنت او الدكتور المختص بالحاله. جيد نستمر اذا بالمختبر التحليلي والكواليتي كنترول. مثل ما ذكرنا هنا الكواليتي كنترول begin with sample collection and end with the reporting of data. اذا هو يتابع كل المراحل هذه من البري اكزامينيشن الى البوست اكزامينيشن، الكواليتي كنترول يتابعه. هنا البايو سيفتي لابوراتوري، وهي شغله مهمه جدا اللي هي مختبرات السلامه الاحيائيه او السلامه الحيويه يسموها. The purpose of biosafety laboratories and suites، يعني الغرض من أجنحة ومختبرات السلامة الإحيائية، is the containment of potentially harmful biological agent. الغرض منه هو احتواء العوامل البيولوجية الضارة المحتملة. الغرض من أجنحة ومختبرات السلامة الإحيائية هو احتواء containment of potentially harmful biological agent، احتواء العوامل البيولوجية الضارة المحتملة. There are four biosafety levels، وهنا راح نختصرها، مو كل مرة نقول biosafety levels lab. هنا بي ASL هاي معناتها بايو سيفتي لابوراتوري او ليفل، مستوى السلامه الاحيائيه. عندنا اربع مستويات لمختبرات السلامه الاحيائيه، من تبدا من بي اس ال 1 البايو سيفتي ليفل نمبر 1 to the highest level of PSL4. كلما راح نزداد من المستويات راح تزداد خطورة المستوى للمختبر السلامة الإحيائي. يعني الـ PS1 PS2 أخطر من الـ PS1، PS3 أخطر من PS و PS4 هكذا. إذا عندنا أربع مستويات لمختبرات السلامة الإحيائية. Each level has a specific control for containment of microbes and biological agent. كل مستوى من هاي المستويات له ضوابط محددة لاحتواء الميكروبات والعوامل البيولوجية الأخرى. The primary risk، المخاطر الأساسية that determine levels of containment are infectivity, riskiness of disease. إذا المخاطر الأساسية اللي تحدد نوعية المستوى للاحتواء هي مدى العدوى الانفكتيفيتي، وكذلك خطورة المرض. إذا العدوى وخطورة المرض اللي تحدد لنا بأي مستوى راح نخليه من مستويات السلامة الإحيائية. واضح يا طلبة؟ واضح الكلام؟ هنا نموذج من السؤال fill in the blanks with suitable answer. The primary risk that determine levels of containment are 1-2 اللي هي infectivity و riskiness of disease، هي العدوى وخطورة المرض اللي تحدد لنا وين نخلي هذا المرض، باي
بي اس ال 1 2 3 4 هكذا. ناخذ اول نوع بي اس ال 1 بايو سيفتي ليفل نمبر 1. ذيس ليفل هذا المستوى او هذا المختبر اللي يتعامل مع النوع هذا is required for work with for work with defined and characterized strains of microorganism not cause disease. إذن هذا المستوى او هذا المختبر يتطلب او مطلوب للعمل مع سلالات مميزة ومعلومة من الكائنات الحية الدقيقة ولا تسبب أمراض ولا يسبب هذا المستوى أمراض. Example: Salmonella bacterium that occur mainly in intestine causing food poisoning. مثل السلمونيلا مرض السلمونيلا اللي يحدث عادة بالأمعاء ويسبب تسمم غذائي. سبب تسمم غذائي. هذا النوع يعني ما يحتاج safety requirements كلش يعني دقيقة. ممكن تحقيم غسل اليدين دائما في المختبر التعامل بكلوز كوت خاص شوز خاص غلازز أو كوكلز مناظر خاصة أيضا احتياطات عادية في أي مختبر. إذن هذا النوع أو هذا المستوى يتطلب العمل مع defined and characterized strain of microorganism not cause disease لا يسبب الأمراض. هذا النوع example Salmonella bacterium اللي بالأمعاء يسبب تسمم مرضى. النوع الثاني اللي هو ال BSL2 هنا خلينا نسأل نشوف شنو ال BSL ايش نقصد بالبي اس ال يا طلبه؟ ايش نقصد بالبي اس ال؟ ايش نقصد بالبي اس ال؟ يوسف نزار يوسف يوسف دكتور بايو سيفتي لابوراتوري محمد فخري محمد ايش نقصد بالبي اس ال؟ بايو سيفتي ليفلز. جيد بايو سيفتي كل الطلبه بعد ما راح اقول بايو سيفتي ليفل بايو سيفتي لابوراتوري نختصرها بالبي اس ام هذه تعرفوها. واحتمال يجيكم شنو هذا الرمز يعني وضح هذا الرمز وضح الرمز اي كيو سي شنو هذا نقصد به لانه راح تصير امور روتينيه هذه الرموز انه تدل على المختبر الفلاني تدل على النوع الفلاني تدل على الماده الفلانيه فاحنا من ناكد على رمز ونشير لكم عليه انتم تحفظون الرمز. جيد بايو سيفتي ليفل جيد يا طلبه جيد عتشاد جيد نريد تفاعل دائما بالمحاضره. إذن بايو سيفتي ليفل جيد. إيش نتوقع البايو سيفتي ليفل نمبر 2؟ هل هذا المختبر أو هذا المستوى هو أكثر خطورة من الأول أو أقل خطورة من الأول؟ أكثر دكتور. زيد زيد. أكثر دكتور. أكثر خطورة. إحنا كل ما نرتفع بالرقم راح ترتفع الخطورة. وكل نوع كل مستوى كل مختبر راح يكون هنالك سيفتي ريكويرمنت متطلبات سلامه راح ناخذها بعد نبدا من الاس 2 لانه قلنا الاس 1 ما به خطوره كلش كبيره ممكن غسل اليدين تحقيمه بروتكتيف كلاوز ملابس حمايه اعتياديه كلوز جلاسز سبيشال شوز معالجة السبيلز الانسكابات الاكسيدنت الميديكال ايفالويشن هاي الامور سهله وممكن اي مختبر يجري بها حتى لو ما كان خطر.
لكن تبدا من البي اس ال 2 لا هناك سيفتي ريكويرمنت متطلبات سلامه راح نشوفها هسه بعد ما نتعرف على البي اس ال 2. دكتور من ضمنها الابنيه يعني ساعدنا الاشعاع المختبرات الاشعاع تختلف عن المختبرات العاديه اللي بها اشعاع حتى البنايه ايضا الحيطان ايضا لازم تحتاج فضه وهاي الامور يعني تختلف طبعا طبعا. يعني هو احنا ليش صنفنا المختبرات بناء على التعامل مع نوعيه المرض هنا. اما بالنسبه للمعدات داخل المختبرات ايضا مثل ما ذكرت اكو مختبرات طبيعه عملها فيها نتائج سلبيه على العاملين عليها اذا ما التزموا بالامور السلامه، لانه حتى بالنسبه للمختبرات الاشعاع اكو سيفتي ريكويرمنت يلتزم فيه المحلل والعامل والمشخص اللي يشتغل على الجهاز قبل المريض، لانه عرضه بشكل مستمر مع هذا النوع من الاشعاع اللي يسبب امراض ويسبب نتائج سلبيه على العاملين بشكل مباشر. لذلك راح نشوف افلام ونشوف كيف الالتزام. يعني مع الاسف الالتزام بالنسبه للمستشفيات والمراكز الصحيه اللي موجوده بالعراق بالنسبه للعاملين يستهينون بالامور الطبيه والكيميائيه والاشعاعيه فما يلتزمون، ونشوف يعني نسبه كبيره من العاملين على هذه الاجهزه يصابون بامراض خطيره مع الوقت، لان هاي الامور تراكميه مع الوقت ممكن تسبب امراض خطيره. لذلك الالتزام بالسيفتي ريكويرمنت جدا ضروري، واحد ما يقلل من اهميتها مع ابسط نوع من انواع المختبرات. اذا ناخذ البي اس ال 2، ذس ليفل هذا المستوى انكلود ريسك فاكتور مور ذان بي اس ال 1. اذا هذا المستوى عوامل الخطر فيه اعلى من البي اس ال نمبر 1. ذس ليفل انكلود ريسك فاكتورز مور ذان بي اس ال 1. اذا هذا المستوى او هذا المختبر يتضمن عوامل خطوره اكثر من البي اس ال 1. افكتيف تريتمنت اند بريفنتيف gauge are available هنا. لكن شنو المستوى هذا؟ في علاج فعال وفي مقياس وقائي متوفر ايضا. اذا لكل نوع من انواع السلامه الاحيائيه نشوف هاي المواصفات بشكل مختصر منطقي. شنو النوع هذا؟ شنو تاثيره هنا؟ هذا اكثر خطوره من الاول، لكن شنو اللي بيه؟ انه موجود علاج فعال، وايضا ممكن هنالك مقياس منع المرض او مقياس وقائي موجود ايضا. على البي اس ال 2 بالنسبه للامراض هنا الهيباتيتس نوع اي بي سي التهاب الكبد فيروسي نوع اي بي سي هذا مثال عليه، والميزلز فيروس هنا ميزل فيروس اللي هو الحصبة المسبب لمرض الحصبة. هذا أمثلة إكزامبل على الـ PSL2. السيفتي ريكويرمنت هنا بدأت الخطورة، إذن يجب أن نحدد شنو السيفتي ريكويرمنت متطلبات السلامة من هذا النوع أو هذا المختبر. البايو هازارد مارك must be at entrance هنا، شوفوا هاي العلامة warning تحذير هنا بايو سيفتي ليفل نمبر 2، هاي يجب ان توضع في مدخل المختبر. بايو هازارد مارك must be at entrance يجب ان توضع في بدايه المختبر حتى اللي يجي يعرف هذا وهذا اكو خطوره هنا. control of waste disposal اذا هنا ضبط والسيطره على مخلفات قبل طرحها. Protective clothes هنا أيضا ملابس حماية. لا أكل لا شرب داخل المختبر، No food
no drinking inside lab. داخل المختبر ما يجوز لا أكل ولا أشرب هنا. Written report for spills, accident, medical evaluation هنا كتاب التقرير. إذا صار عندنا أي انسكاب لأي مادة نكتب تقرير بعد المعالجة طبعاً. أي حادث صار أيضاً نكتب تقرير على هاي الأشياء. وكذلك تقييم medical evaluation تقييم طبي مستمر للمختبر والتعامل داخل المختبر الحالات المواد إلى دائماً تقارير عن هذا المختبر حتى اللي إذا كانت مناوبة إذا كان الكادر دائماً على اطلاع في كل الأمور اللي تحدث في هذا المختبر ما يجوز الخطأ ما يجوز الحوادث المؤذية لذلك دائماً في تقارير واحد يسلم للأخ المعلومات شنو اللي صار اليوم شنو الحوادث شنو الانسكابات شنو الفحوصات كل العاملين المحللين في المختبر على اطلاع بكل الأحداث البايوسيفتي كابينز should be decontaminated regularly دائما تعقيم الخزانات السلامة الإحيائية بشكل منتظم تعقيم بشكل منتظم وأيضا الفيرست ايد اللي موجود في أي مختبر عادي الإسعافات الأولية اللي نحتاجها في كل مختبر النوع الثالث BSL 3 This level includes various bacteria, parasites, and viruses that can cause heavy to deadly disease in humans. إذن يتضمن هذا المستوى من السلامة الإحيائية وجود أنواع متنوعة من البكتيريا والطفيليات والفيروسات التي تسبب أمراض شديدة إلى مميتة can cause heavy to deadly disease in humans في البشر طبعا بط شوفوا البط هنا خلوا عليها 3-4 خطوط 10 خطوط for which treatment exists لكن يوجد علاج لهذا هاي الفيروسات او هذا المرض example يرسينا بيستس اللي هي الطاعون الطاعون تعرفون انواع اكثر من نوع عندنا الطاعون بالقولون الى اخره تسمم بالدم يسبب ايضا ممكن مايكروبكتيريوم تبركيولوسيس هنا السل مرض السل أو البكتيريا أو الفيروسات تسبب مرض السل إذن هذا خطر جدا هنا وقد يكون مميت هذه الأمراض لكن في علاجات يعني هنا treatment exist موجود علاج لها لكن أيضا ضمن المختبرات الخطرة جدا وتتطلب safety requirement أيضا تتطلب أمور سلامة مثل إيش واحد hood with front protection غرفة لسحب المواد الملوثة مع حماية أمامية مع حماية أمامية يعني العامل يشتغل خارج الهود وأيضا بس يفوت إيده مع الكلوث ويشتغل هنا بالعلاج لأنه موجود حماية أمامية على شكل باب ممكن يغلق ويفتح Two sets of self-closing doors هنا نوعين أو نموذجين أو مجموعتين من أبواب الإغلاق الذاتي يعني باب ذاتيا ينغلق وينفتح Protective closing clothes face shield mask goggles clothes shoes الى اخره اذا هنا معدات الحمايه او ملابس الحمايه مثل الكلوز الكفوف الفيس شيلد ماسك قناع الدرع الواقي للوجه goggles هنا النظارات الخاصه
أحذية مغلقة أيضا بشكل كامل، windows closed and sealed، الشبابيك والمختبرة تكون مغلقة ومقفولة. proper decontamination of waste before disposing، يجب معالجة وتعقيم وتطهير المخلفات قبل طرحها أو التخلص منها. إذن هذا النوع الثالث من المختبرات أو المستويات السلامة الإحيائية للأمراض المختلفة. نعم ممكن يجي سؤال، What are the safety requirements of BSL3؟ اكتبونا هاي. Enumerate عدد the safety requirement of BSL2، تذكرون BSL2 المتطلبات السلامة، أو enumerate the safety requirement of BSL4 أيضا تكتبوها على نفس النمط. النوع الأخير BSL4، this level is required for work with dangerous agent which cause deadly disease in humans. تبونا هذا النوع أو هذا المستوى يتطلب العمل مع عوامل خطرة التي تسبب الموت عند الأشخاص بالوقت اللي ماكو لقاحات، for which vaccines or other treatment أو علاجات الأخرى are not available، غير متوفرة. BSL3 هناك خطر لكن أكو علاجات. هنا هذا الصنف، هذا النوع من المستويات يتعامل مع عوامل خطرة تسبب الموت ولا يوجد فيها لا تلقيح ولا يوجد بها علاج. Example إيبولا فيروسز لاسا فيبر حمد لاسا كورونا فيروس ديزيز، هنا مرض الكورونا. طبعا هذا قبل سنة نزلت الكورونا فيروس لأن كان من النوع BSL4، ما كلها لقاح ولا أي شيء. الآن ممكن يتحول إلى BSL3. واضح يا طلبة؟ في سؤال؟ في سؤال يا طلبة؟ في سؤال؟ إذا كم نوع عندنا من البايو سيفتي ليفل، مستويات السلامة الإحيائية أو بايو سيفتي لابوراتوري؟ كم نوع عندنا؟ أربع أنواع. يا هو أخطر نوع؟ جيد عمر، أسامة، إبراهيم، إلاف، رافد، شعلان، رحمة، محمد فخري، سارة، غادة، نور عباس، آية ثابت، أربعة. وأخطر نوع هو الأخير الرابع. جيد عمر، زينة، صفا، هديل، عبد الرحمن، سدرة، أسيل. جيد زاهد، مروان، هيثم. جيد أخطر نوع الرابع. ليش أخطر نوع الرابع؟ ليش؟ شنو مواصفات هذا الرابع؟ دكتور مميت ولا يوجد لا يوجد له علاج، تعامل معه خطر. لا علاج ولا تلقيح. نعم دكتور، وما ممكن احتوائه. ما ممكن احتوائه، لذلك يكون خطير. وسنشوف الفيلم ونشوف شلون يتعاملون مع هاي الانواع الخطيرة. جيد يا طلبة. نعم. أسهل الأنواع، ولا هي كلها ما سهل يعني كلها أمراض، لكن أسهل الأنواع يا نوع يا مستوى عتشات. أسهل الأنواع الأول النوع الأول من أسهل الأنواع. أوكي زين. هنا بعد ما تعرفنا على BSL4 نشوف السيفتي ريكوايرمنت، المتطلبات
السلامة من هذا أثناء في المختبر طبعا أثناء التعامل مع الفيروسات المسببة لهذه الأمراض الخطيرة. اللاب السبريت فصل كامل للمختبر، يعني في مكان مفصول وحده المختبر. Totally enclosed system، نظام غلق كامل. نظام راح اشوفكم الصوره، نظام غلق كامل، الهود نظام غلق كامل. المختبر داخل البنايه نظام غلق كامل بحيث نفوت له من اكثر من باب. يعني باب اول باب ثاني باب ثالث يلا نفوت على المختبر. Completely closed cabins with a closed pocket to allow treatment، حتى نعالج الامور، نجري التجارب، نجري الاختبارات. الهود في كلوبز هو مغلق كامل، ندخل ايدنا داخل الهود، ما ممكن تدخل ايد بدون الكلوبز بوكيت يسموها، يعني جيوب قفاز، جيوب كفوف، كفوف مع جيوب كامله ندخلها داخل الهود حتى نبدا نجري علاج او نعمل اي اختبار به. Multiple shower at entry exit، من ندخل للمختبر ناخذ دوش تعقيم، ومن نخرج ناخذ دوش تعقيم. Ultra void room، غرفة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية. Special waste disposal، معالجة خاصة لطرح المخلفات. هاي اهم safety requirement، وطبعا متطلبات السلامة دقيقة جدا وكاملة. هنا ممكن يجي سؤال، this level includes various bacteria, parasites and viruses that can cause heavy to deadly disease in a human, but for which treatment exists, example Yersinia pestis and mycobacterium tuberculosis. عندنا أربع أنواع من المختبرات أو مستويات السلامة الحيائية، يا هو هذا منهم نقول BS3، وأيضا ممكن على نفس النمط باقي أنواع المختبرات وغيرها. شوفوا هذا المختبر، هذا شو الغلق الكامل هنا، شوفوا الملابس هنا غلق كامل، وأكثر من سيت من الكلوبس، يعني كلوبس فوق الكلوبس. نشوفوا هنا الهود، شوفوا هاي الكلوبس، يعني حتى تعمل أي اختبار أو معالجة تدخل إيدك داخل هذا داخل هذا الكلوبس بحيث غلق كامل. كل الأجزاء مغلقة، كل المختبر الفنتيليشن كامل مضبوط، شوفوا الأجزاء، أي مجال للتلوث يكون نسبته قليلة جدا. هنا نشوف هنا الفيديو الأول للدخول داخل المختبر BSL3 number 3، نتابع هذا المنطق. The following is an example of في الدخول، يعني الانتراز. شوفوا هنا بعد ما دخلت المختبر، هنا هذا الكابينة مع الملابس، هنا غرفة التغيير الخارجي، هاي exterior change room، هنا يضعون مجوهرات ساعات داخل هذه قبل ما يدخلون الى الجزء الثاني. هنا ياخذون شاور، انترنال تشينج، تبديل ثاني، هنا غرفه ايضا للتبديل والتطهير. هنا دخلوا قبل الدخول على المختبر، اكستيريور لاب تشينج روم، هنا تبديل او اخذ البروتكتيف كلاوز قبل ما يدخلون المختبر. شوفوا شلون تكون الغلق كامل، ما يسمحون اي مجال للتلوث. هنا first layer of personal protective، يعني الطبقه الاولى هنا من البروتكتيف، ياخذون حمام ايضا دوش بمواد مطهره. هاي غرفه التبديل مع المختبر الداخلي،
ايضا ياخذون معدات سلامه اضافيه هنا، ابد ما يخلون مجال اكثر من هنا. دخلوا على المختبر من النوع البي اس ال 3، شوف هنا سبيشال شوز، هنا شوفوا طبقه ثانيه من الكلوز سكند لاير اوف كلوز، شوفوا هنا هاي بالدخول، هاي يوميا بالدخول، هاي الاجراءات اللي سووها حتى يدخلون المختبر. شوفوا من يخرجون من المختبر، example procedure used when exit from lab، هنا هذا المختبر remove the clothes first layer of clothes، شوف تعقيم الماسك، تعقيم الادوات، تبديل الشوز تغييره مع التعقيم، شوفوا البروتكتيف جلافز كلها ترمى تبدل، اكثر من حاجز، اكثر من غرفه حتى يمنعون من امكانيه حصول التلوث هنا. هاي غرفة التبديل الداخلية داخل المختبر هنا. Interior lab change room. نعيد هنا. هاي الخروج هنا مثل ما ذكرنا. Outer pair of clothes are removed first. قبل كل شيء الطبقة الأولى من ال، بعدين تعقيم. شوف حتى الورق اللي عقموا به أو اللي فيه يرجعون يعقموا. Interior lab change room، غرفة تغيير داخلية المختبر. هنا أيضا دوش بالماء والمواد المطهرة. هنا غرفة التبديل الخارجية Exterior lab change room. شاور ثاني، هاي بالدخول وبالخروج، هاي الاكستيريور تشينج الخارجية، غرفة التبديل الخارجية، اللوكر هنا، الكابينة الخاصة بالاحتواء، هنا خرجوا من المدخل الخارج. واضحة العملية يا طلبة؟ شوفوا ايش قد يهتمون بالسلامة داخل هذه الأجنحة الخاصة للمعالجات الأمراض الصعبة أو الخطرة، وهي ضرورية جدا طبعا، عدم الاستهانة بأي نوع من الميكروب أو البكتيريا أو الفيروس، لأنه هذا تعود المحلل الكيميائي العامل داخل المختبر من يتعلم انه ما يلتزم راح تبقى هاي الامر، اما دائما يحاول يلتزم بهاي الاجراءات السلامه راح يضمن سلامته وسلامه العاملين وسلامه المختبر ايضا بالنتيجه النهائيه. في سؤال لحد هنا؟ في سؤال؟
اخذ الكلينيكال اند ميديكال لابوراتوريز، المختبرات السريريه والطبيه. These labs are used for diagnostic test on tube blood and other patient samples. عادة تستخدم وتستعمل هذه المختبرات اختبارات التشخيص على الأنسجة، الدم والنماذج الأخرى للمريض. They can be subdivided into various processes such as pathology, serology, histology, virology, bacteriology and molecular biology with PCR technologies. هنا ممكن أن نقسم هذه إلى أنواع عديدة من المختبرات لمعالجة أصناف كثيرة من العلوم الطبية مثل علم الأمراض، علم الأمصار سيرولوجي، علم الأنسجة سيرولوجي، علم الفيروسات، علم البكتيريا، وكذلك الأحياء الجزيئية، وعادة باستخدام تقنية البي سي آر اللي يتم فيها عبارة عن اختبار تفاعل بالمرة متسلسل البوليمر بوليمرايز تشين رياكشن، يختصر بالبي سي آر، اختبار التفاعلات أو البالمرة المتسلسلة، وعادة يستخدموها بتشخيص وجود وعدم وجود الفيروسات في الأمراض المختلفة إلى آخره. A medical laboratory or a clinical laboratory is a laboratory where clinical pathology tests are carried out on clinical specimens to obtain information about the health of a patient to aid in diagnosis, treatment, and prevention of disease. هنا يتم فيه إجراء اختبارات، يعني المختبرات السريرية أو المختبرات الطبية عادة يتم فيها إجراء فحوصات للأمراض المختلفة من خلال وجود العينات، سواء العينات من خارج المختبر أو العينات السريرية داخل المستشفى، مثلا إذا المختبر كان داخل المستشفى. بعد إجراء هذه الاختبارات والحصول على نتائج للعينات المختلفة، راح نحصل على information about the health of patient، راح نحصل على معلومات لصحة المريض هذا، وبعدين راح نقدم مساعدة بالتشخيص. راح نعطي هذه النتائج، راح تعطينا تساعدنا بالتشخيص، aid in diagnosis، لأنه أول خطوة من خطوات العلاج هو التحليل. أول خطوة من خطوات المعالجة والتخلص من أي مرض هو التحليل، لأنه من التحليل راح نأخذ المعلومات عن حالة هذا المريض، نأخذ information about the health of patient. من أخذنا information about the health of patient راح نسوي diagnosis، راح نعطي تشخيص. من نشخص المرض راح نعطي treatment علاج، أيضا راح prevention of disease، راح نمنع المرض أو ننتهي من المرض. إذا الفحوصات المختبرية مهمة جدا، ودقة الفحوصات تأثر على التشخيص وتأثر على العلاج وتأثر على الانتهاء من المرض أو استمراره. لذلك القاعدة الأولى اللي نبني عليها الخطوات المتعددة للانتهاء من المرض ولإشفاء المرضى هو التحليلات المرضية والفحوصات داخل المختبرات الطبية وغير الطبية بشكل عام. نشوف هنا يعني محللين أو داخل المختبرات الطبية والتشخيصية، نشوف هنا
الأبارات والإيكوبمنت والبروتكتيف كلاوز اللي يجب التزمون بها داخل المختبر. هذا نكون انتهينا من المحاضرة، إن شاء الله نكون فهمنا أساسيات على أنواع المختبرات وإجراء الفحوصات وكذلك السيفتي ريكوايرمنت وأنواع البايو سيفتي ليفل، مستويات السلامة الإحيائية أو أنواع المختبرات السلامة الإحيائية العديدة أو اللي حددناها برقم معين هي 4 أنواع. واضح يا طلبة؟ الآن واضح المحاضرة واضحة؟ في عدم فهم بنقطة معينة أو نوع معين؟ يعني هسه إذا أسوي لكم كويز تجاوبون؟ زيد، زيد انت ممثل المرحله، زيد هادي والله دكتب، والله دكتب ايه دكتور، والله اسوي لكم الساعه كويز على الشات، اسوي لكم كويز على الشات واخليكم درجه بس عليها بس دكتور، بس خلي يعبر بس اول كم بيج لاني دخلت اتعدي على الشله ربع. المحاضره الجايه ما يخالف تدللون ان شاء الله دكتور. هاي محاضرتين، المحاضره الثالثه وراها كويز ان شاء الله. يعني ان شاء الله محاضرة سهلة ما صعبة ان شاء الله، يعني 5 دقائق تراجعوها حتى تترسخ المعلومات، لا تنسوها، 5 دقائق 10 دقائق راجعوها اساسية. واضحة دكتور، اصلا يعني محاضرة كلش طيبة ما شاء الله.